السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا الكرام وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من تواصل دوت كوم. نعرض لحضراتكم أبرز ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي. نبدأ من فقرة المقاطع المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. اعتقلت القوات الحكومية متظاهرا في محافظة ميسان واعتدت عليه بالضرب، وذلك بعد مشاركته بالتظاهرات المطالبة بتوفير الكهرباء. لنشاهد. بابا الشغل بجاو المتظاهرين، بابا شلون يقتلون بعض، ابا على ابا داروا علي داروا علي، ابا بابا ليش 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 هيك؟ بحكي لهم صارت علي ولي، بابا صارت علي ولي، ابا عودي مددوه بالشارع، باع لهم علي ما طالع والله على المظاهرات، هاد شطة ميسان، ابا شلون شالوه ليش؟ لين طالع والله مظاهرات. شوف علي من اركر بابا بابا بدهم كيات علي. ربما في دول اخرى قد يعتقد البعض ان هذه اللقطات لارهابي، لكنه خرج ليطالب بحق مشروع. استشهد متظاهر واصيب اخرون برصاص القوات الحكوميه في قضاء قلعه صالح في محافظه ميسان خلال تظاهراتهم المطالبه بتوفير الطاقه الكهربائيه. لنشاهد. الله ينتقم منك يا علي دواني، الله يطيح حظك. شوف رمي حلو. على كده فوتك. على كده فوتك. مشاهدينا الكرام، طبعا ورد هناك تغريدات بخصوص وسم في موقع تويتر العمارة تقمع. دعونا نشاهد بعضا من التغريدات. عباس الطائي يقول: سقطت هذه الدماء لأن الساسة ساقطون. تغريدة من سلمان يقول: في أي دولة تحترم مواطنيها تقوم القوات الأمنية بحماية المتظاهرين وتأمين الشوارع إلا في العراق؟ تخرج لتطالب بأبسط حقوقك فتقتل بدم بارد، لا محاسبة للقاتل ولا أخذ بحق المقتول، وتمضي دوامة الفساد إلى ما لا نهاية. تغريدة من هيا الشمري تقول: نعيش تحت حكم نظام قمعي دكتاتوري، هذا ملخص الحال. وفي آخر تغريدة من حمد يقول: الحكومات ومن خلفها الأحزاب جميعهم لن يتخلوا عن فكرة استخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين خدمات أو مطالب سياسية، ويبدو أن القوات الأمنية لن تتوانى عن حصد رؤوس المحتجين. دعونا مشاهدينا نتابع بعضا من مقاطع أخرى طبعا متداولة بخصوص الطلبة. طلبة العراق تحديدا طلبة الصف الثالث المتوسط يطالبون باعتماد درجة نصف السنة الدراسية لهم، وذلك بسبب جائحة كورونا والظروف الاستثنائية التي يمر بها العراق وعدم إكمال المناهج الدراسية. دعونا نشاهد. ورحمة الله وبركاته. نحن طلاب الثالث متوسط نطالب بالاعتماد على درجة نصف السنة، وذلك لظروف هذه السنة الاستثنائية، منها وهذه الظروف هي ارتفاع في درجات الحرارة التي تصل إلى 62 درجة مئوية أو أكثر، وعدم توفر الطاقة الكهربائية بالشكل اللازم، وارتفاع في أعداد الإصابات التي تصل إلى 6000 إصابة في اليوم. السلام عليكم إلى وزير التربية المحترم، أرجو الاعتماد على نصف السنة وإنهاء الامتحانات، لأن ما مفتهمين شيء عن الكورس الثاني، ما درسنا من عدة شيء ولا مفتهمين من المنهج، وثانيا درجة حرارة كلش عالية وكهرباء يعني ماكو، حتى ما النواهز نقرأ، يعني شلون نقرأ درجة الحرارة 50 وكهرباء ماكو؟ نظرا للظروف الذي يمر بها بلدنا العزيز، يعني يا وزير التربية درجات الحرارة ارتفعت إلى 51 درجة مئوية اليوم. عدد الاصابات ترتفع بالعراق 7554 اصابه. يعني شنو هاي القرارات يا وزير التربيه؟ مشاهدينا الكرام، تفاعل العراقيون تحديدا الطلبه مع وسم الموج الطلابي قادم الاحد في موقع تويتر. دعونا نقرا بعضا من التغريدات التي وردت بشان هذا الموضوع. احمد يقول: في هذه المحنه من المتوقع من وزاره التربيه ان تقف مع ابنائها باعطاء الدخول الشامل وتأجيل موعد الامتحانات، وليس أن تغفل عنهم وعن حقوقهم. تغريدة من يوسف يقول: عمي يا وزير التربية انطينا دخول شامل، ترى والله تعبنا، حالتنا النفسية تعبت.
علي يقول: شبابنا الطيبة اللي طالبنا بالتأجيل، لا تنسون خطية طلاب اللي مدى أو الطلاب اللي ما داخله هم حقوقهم أو حقهم عليا باكر هم من الظاهر، والمطلب هو الدخول الشامل فقط لأن هواي طلاب انظلمت. ونور تقول: إحنا طلاب الثالث متوسط الخارجي نطالب بمناشدة وزير التربية أن يستجيب لمطالبنا بالاعتماد على درجات نصف السنة الدراسية كدرجة نهائية. دعونا مشاهدينا ننتقل إلى موضوع آخر. ثورة العشرين. بمناسبة الذكرى الواحدة بعد المئة لثورة العشرين، زار مواطن عراقي قبر الشيخ ضار المحمود وهو أحد أبرز قادة الثورة، وأكد على أن ثورة تشرين ما هي إلا امتداد لتلك الثورة التي قامت ضد الظلم والطغيان. لنشاهد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بمناسبة الذكرى الأولى بعد المئة لثورة العشرين، زرنا قبر الشيخ ضار المحمود أحد قادة ثورة العشرين، وإن شاء الله بصدد زيارة باقي قبور الشهداء وقراءة الفاتحة على أرواحهم قادة ثورة العشرين، منهم الشهيد الحبوبي ومنهم القائد شعلان أبو تشون، وإن شاء الله إذا قدرنا نروح أيضا محمود الحفيد. عهدا منا يا شيخ ضاري ظاهر المحمود انه مستمرين في ثورة تشرين اللي هي امتداد لثورتكم ضد الظلم وضد الطغيان وضد الاحتلال، وان شاء الله مثل ما رفعت رؤوس العراق عاليا سيقوم ابناء تشرين وابطالها برفع رأس العراق عاليا وتحريره من الهيمنة الايرانية ومن الفساد. فاتح. نبقى مشاهدينا الكرام في هذا الموضوع، حيث رفض شيوخ عشائر بني حتشيم في محافظة المثنى استغلال الأحزاب الفاسدة وميليشياتها لثورة العشرين الكبرى، واستنكروا في بيان لهم محاولات تسييسها وتزييف الحقائق الوطنية العابرة للطائفية والفئوية لسفرها الخالد. لنشاهد. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن شيوخ قبائل بني حتشيم نجب ونستنكر ركوب موجة ثورة شعبية كبيرة كثورة العشرين من قبل كتل وأحزاب سياسية لا علاقة لها بالثورة. ثورة العشرين العراقية شعاراتها وإخراجاتها العشائرية المضيئة وطنية خالصة، لا أحزاب ولا حركات، بل شرارة انطلقت من مدينة الرميثة في السماوي على أثر اعتقال الشيخ شعلان أبو تشون أحد شيوخ بني حتشيم، وقد شاركت كل قبائلنا الكريمة ثم توسعت لتشمل كل قبائل العراق خالية من التسييس والحزبية. مفهوم الثورة تغيير جذري للكيان سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وإيديولوجيا، والقائمون فيها مصممون على التغيير الشامل بوعي وإرادة، أما نكون أو لا نكون، وأبعدوها عن الحلول التوفيقية ورسم هيكل تنظيمي سياسي جديد. هي من عبرت عن وحدة وتناحم أطياف الشعب العراقي، فلم تكن صنيعة حزب أو كتلة أو طائفة، ولم تكن لها جغرافيا محددة مقفرة، بل كانت مساحتها أرض وادي الرافدين والعراق كله من شماله حتى جنوبه، من أصحاب القرار الذين حكموا العراق محاولين تجهير تلك الثورة العظيمة لمطامع أحزابهم وكتلهم الفئوية، وهذا ما حدث الآن، حيث تحاول الأحزاب والقوى السياسية بركوب موجة ثورة عشائرية وطنية خالصة لجعل البلد بأيدي أهله. دعونا مشاهدينا الكرام نتابع بعضا من التعليقات التي وردت بشأن هذا المقطع وهذا الموضوع بشكل عام. أبو ريم يقول: خوش جرة إذن للمتاجرين بالثورة ومن يفترون ويزورون التاريخ ويحاولون تأجيج الطائفية تحت ستار الاحتفال في ذكراها مثل قيقو ومن لف لفه. كاظم يقول: الله يرحم قائد الثورة شعلان أبو جون وكل شهداء القبائل العراقية الأصيلة التي شاركت في ثورة العشرين. قيصر يقول: عافية بشيوخنا أحفاد شعلان أبو جون. ولدينا أحمد الحسناوي يقول: ثورة العشرين أسست دولة وأنتم دمرتم هذه الدولة ونهبتم ثروات هذه الدولة. دعونا مشاهدينا ننتقل إلى موضوعنا الأخير في هذه الفقرة.
الموضوع عن توجيه ناشط من محافظة النجف رسالة لكل الشخصيات التي تستقبل وترحب بالسياسيين وبخاصة محافظ النجف السابق عدنان الزرفي والحالي لؤي الياسري. دعونا نشاهد. شوف عزيزي المحمض اللي نايم ببيتك، هذول بالصورة عدنان الزرفي ولؤي الياسري، هذول صار لهم أكثر من 12 سنة يحكمون بالنجف. باوع بالصورة عدل وركز راح تلقى حاطين مبردات حتى بالحديقة. ليش؟ لأن الجو حار يخافون على رواحتهم، وهم أصلا حتى بالوطني ما يعترفون. ليش؟ لأن كل واحد حاطله مولدة ببيته كاتم تغذي لها شارع كامل، وانت باقي بالحر. بس أرجع وأقول لك الصوت بيك، تعرف ليش؟ لأن انت من تلاقيهم يسوي لهم علي وياك علي، وهلا بالسيد، وهلا بالحجي، يضحكون عليك بشارع يومين يتحفر، يضحكون عليك بباج حتى طبي للولاية، يضحكون عليك بصورة حتى تتفاخر بيها، والله أنا ما أخذ صورة ويا المحافظ. شوف عزيزي المحمض النايم ببيتك، لو أنت تحاسب هذول وما تطيهم اعتبار ماكو، شاعرفوا أنهم على خطأ وغصبا عليهم اشتغلوا. روح شوف تاريخهم قبل 2003 وشوفهم هسه. قبل 2003 عزيزي المحمض ذولي كانوا مثلك، ما يملكون ولا دينار. روح اقرأ تاريخهم وشوف. بسببك قاموا يبوقون وينهبون، لان انت صفق لهم وهم صاروا ابطال قوميين. هسه هم يملكون المليارات وانت محمض نايم ببيتك. لازم المسؤولين تعرفهم حجمهم، لازم تقولهم انتم حرامية، انتم بكتوني، انتم السبب، لان ما عندي خدمات ولا عندي كهرباء ولا عندي شارع ولا عندي ابسط مقومات العيش. بس ايش وقت اذا سوينا هاي الطريقة بهاي الحالة عزيزي المحمض، بعد ما حد يقول لك محمض، لان بهاي الحالة راح تصير مواطن. وشكرا. دعونا مشاهدينا الكرام ننتقل الى مقطع اخر لسيدة عراقية وهي تتحدث بحرقة وألم عن ما سببته أحزاب السلطة من دمار وخراب للعراق. لنشاهد. سويتوا بينا لك، كسرتوا بالعراق ولك دمرتونا، ولكم كتونا بجوع الوادين، ولك الوادي الجاهة صارت كلها يتامة وضايعة بالشوارع. شبعتوا ما شبعتوا؟ ما قنعتوا؟ ايد كافي، ليش تطلبونا؟ ليش تطلبونا؟ تطلبونا بطلب؟ بكم الله لا يرضى عليكم، الله لا يوفقكم، عسى ان شاء الله بجهالكم، عسى ان شاء الله كنت تتلقوها ما تتوقوها. ولكن الواد مكافئ الجوع، تقبضون ملايين ملايين، تقبضون كل واحد 100 مليون، كل واحد 50 مليون، وهاي اليتامى ضاله، ابو الزباله تطوه 150 وكل ثلاث اشهر يا تطوهم شهر. كم ليش؟ ولكم لو ضارين على صدام احسن لنا، كم هذا العراق دمرتوه، بلد الانبياء، بلد علي، بلد الحسين، بلد العباس، بلد الأئمة كلها، أنا كلها الأئمة بالعراق دمرتوه. ليش تطلبونا عمي؟ جايين عداوة عداوة ويانا؟ ليش تطلبونا؟ كل شي ماكو، هذا راتبه 87 مليون وهذا راتبه 200 دينار. كم ليش؟ ليش يتمت الجهال؟ يتمت النسوان؟ الأمها ظلت تنوح وتكسر درست الوادي شباب. ليش تطلبونا؟ هذا العراقي شو صار؟ دعونا مشاهدينا الكرام نتابع بعضا من التعليقات التي وردت بشأن هذه المقاطع وهذين المقطعين تحديدا. زهراء تقول: أي والله أطفالنا تعبت من الحر وكهرباء ماكو، حسبي الله ونعم الوكيل على الحكومة. تعليق من سالم يقول: والمضحك المبكي، ناس لحد الآن تركض وراء الانتخابات، شنو من منجزاتكم؟ دمرتوا البلد، البلاد والعباد، الله لا ينطيكم السياسيين، حسبنا الله ونعم الوكيل على كل ظالم. مروة تقول: حسبنا الله ونعم الوكيل، بلد يسبح بالنفط وهذا حالنا. ودكتور ليث يقول: وهو منه أساسا حاس بمعاناة الناس؟ شو الجماعة خط الطوارئ الحكومي أصلا ما يطفي عليهم، والسبالت الدق فوق روسهم وخدموا حشم ولا يهمهم الموضوع أساسا. مشاهدينا الكرام كان هذا ما لدينا بفقرة المقاطع المتداولة، نراكم بعد قليل.
أهلا بكم مع فقرة الإنفوغرافيك. سلط قسم التواصل الاجتماعي في قناة الرافدين الفضائية الضوء على قضية انهيار المنظومة الكهربائية في ظل الفساد الحكومي المتفشي منذ 18 عاما وعجز حكومة الاحتلال عن حل هذه الأزمة في القطاع الحيوي في العراق منذ سنين. لنشاهد. أشعر بالألم الشديد وأنا أرى شعبي وأهلي وهم يعانوا في الحر اللاهب بسبب الخراب وسوء الإدارة في الكهرباء. كنت أتمنى لو كان في يدي حلا سحريا. مشاهدينا الآن مع فقرة صندوق الوارد، دعونا نقرأ هذه الرسالة التي وردتنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن طلبة العراق نعاني بسبب الانقطاع المستمر للكهرباء وعدم إكمال المناهج الدراسية بسبب سوء الخدمة، خدمة الإنترنت، وتفشي الموجة الثالثة من كورونا التي ضربت البلاد خلال هذه الأيام. ورغم ذلك تصر وزارة التربية على إجراء الامتحانات في مدارس غير مؤهلة وتفتقر لأبسط المقومات. نناشد من خلال قناتكم أن تكون هذه السنة سنة عبور حفاظا على أرواحنا، وشكرا لكم. بإمكان حضراتكم مشاهدينا الكرام أن ترسلوا لنا ما ترغبون بعرضه عبر شاشتنا من خلال منصاتنا الإلكترونية المنتشرة في مواقع التواصل الاجتماعي والمعتمدة التابعة لقناة الرافدين الفضائية. نراكم بعد قليل. الآن مع فقرة الهاشتاج. طبعا في العراق بما أنه لا توجد كهرباء فالوسم هو ماكو كهرباء، وسم يجسد معاناة العراقيين بسبب انهيار المنظومة الكهربائية في العراق بشكل كلي في أغلب المحافظات العراقية. حاتم السراي يقول: فقدان المنظومة الكهربائية 99% من طاقتها الإنتاجية، أصبح العراق خارج نطاق المنظومة البشرية والحضارية بفضل الكاظمي وحكومته. تغريدة من علي يقول: أول مرة أشوف دولة بالقرن 21 بعد الميلاد بدون كهرباء، والأعجب أبو المولد يزود الناس بالكهرباء أكثر من وزارة الكهرباء نفسها. عثمان المختار يقول: انهيار كامل بمنظومة الكهرباء في العراق منذ ليلة أمس، التجهيز صفر بما فيها بغداد، وتسجيل حالات توقف بمولدات الكهرباء الخاصة بمستشفيات أطفال ومرضى كورونا. 73 مليار دولار خلال 16 عاما أنفقت على الكهرباء، منها 40 بزمن المالكي، بزمن النور المالكي. من يحاسب ومن يسأل إذا كان القاضي دجاجة؟ زهراء تقول: ماكو كهرباء، اللي طلع انتخب على مود بطانية خلي يطلعها هسه يتغطى بها. طبعا
للأسف هناك مجموعة من العراقيين ضعفاء النفوس العقول ربما لا يزالون يركضون خلف الدعايات الانتخابية ويقبلون من هذا المرشح طعام أو بطانية في سبيل أن يتنعم فيها فترة من الزمن ويترك مصير بلد كامل بما فيها هذه العائلة نفسها والأحفاد والأبناء لأربع سنين قادمة تحت حكم اللصوص. نراكم بعد قليل. الآن مشاهدينا الكرام مع القصص المنوعة. ربما يكون ابن بطوطة هو أشهر رحالة المسلمين، لكنه ليس الوحيد. دعونا نتعرف على أبرز الرحالة المسلمين الذين جابوا أصقاع الأرض، مستكشفين وباحثين ومدونين لتجاربهم الثرية والفريدة. قل سيروا في الأرض فانظروا. نداء قرآني للحركة والسير لتدبر آيات الله في الكون، استجاب له المسلمون فانكبوا على البحث والترحال والاستكشاف. أحمد بن فضلان. أحمد بن العباس البغدادي جاب بلاد الترك والروس والصقالبة، فكان صاحب أقدم وصف لروسيا المسعودي. أبو الحسن علي بن الحسين المسعودي أشهر الرحالة العرب الفلسطينيين، سافر إلى فارس والهند وسيلان ودول بحر قزوين والسودان وجنوب شبه الجزيرة العربية وبلاد الشام وبلاد الروم، ثم انتهى به المقام في مصر حيث توفاه الله. ابن حوقل. هو أبو القاسم محمد بن حوقل، تجول في أرجاء العالم شرقه وغربه لأكثر من 30 عاما. الإدريسي. محمد بن الإدريسي الطالبي أحد مؤسسي علم الجغرافيا، خرج في رحلة طويلة لاستكشاف العالم، فزار الحجاز وتهامة ومصر وسواحل فرنسا وإنجلترا، وسافر إلى القسطنطينية وسواحل آسيا الصغرى حتى وصل إلى صقلية. اشتهر برسمه أول خريطة صحيحة للعالم، سماها لوحة الترسيم. ابن بطوطة. محمد بن عبد الله بن بطوطة الطنجي مؤرخ وقاض وفقيه مغربي، بدأ رحلته الكبرى عام 725 من الميلاد، طاف المغرب ومصر والسودان والشام والحجاز وتهامة والعراق وفارس واليمن وعمان والبحرين وتركستان وما وراء النهر والهند والصين وبلاد التتار، وكانت الصحراء الإفريقية خاتمة رحلاته قبل عودته إلى المغرب. دعونا مشاهدينا الكرام ننتقل إلى قصة أخرى، وهي أبرز التقنيات التي يمكن أن تغير وجه العالم. دعونا نتعرف عليها. وبهذا مشاهدينا الكرام وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. أشكر حضراتكم شكرا جزيلا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.